المشاكل تقريبا كاينه بالجمله. تكلموا ربما في الاخوان في السابق على المعاناه والمشاكل ديال القطاع ديال سير الاجره اللي في الحقيقه ما كتحدش في نقطه ولا في جوج، مشاكل على العموم. حنا ربما الاخوان ديالنا المهنيين تروا واحد النقطه اللي غنتكلم عليها دابا هو هاد المشاكل ديال استاد المقاعد والمشكل ما بين المهني والمجتمع المدني اللي مرات كيتلاحوا واحد الكلمات على المهني. المهني يعتبر مهني وواحد من العناصر ديال المجتمع المدني، باش نخرجوا من هذا الباب هذا. واحد المهني اللي كيقدم واحد الخدمات اجتماعيه ما يزيد على واحد 60 سنه وبدون مقابل ومحرم من واحد المجموعه ديال 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 لانه ما كيتوفرش على ربما حتى على ما نعرف شنو. اليوم القوت اليومي ديال ولده ديال ولاده اليوم راه كنشوفوا سته المقاعد شنو داروا وخمسه المقاعد شنو داروا وربعه المقاعد شنو داروا. اليوم الطوبيس كيهز 60 بلاصه 80 بلاصه بدون حاسب ولا رقيب، مول الطاكسي كيتحاسب على جوج ديال المقاعد، ومن بعد كيقولوا بان مول الطاكسي هو اللي كيستهدف هذه المشاكل ديال الطوبيس. حنا بغض النظر على المشاكل هذه، المهني كيبقى مهني كيقدم خدمات خص عنده حقوق وعنده واجبات. اليوم راه ما كيتوفرش على الحقوق. هاد الوقفه اللي جينا حنا فيها اليوم هي وقفه سلميه، جينا امام مقر ولايه الدار البيضاء الكبرى كنطالبوا مساعده ولايه الدار البيضاء الكبرى انه يشوف من حالنا. انا ما غنتكلمش معاك باللغه العربيه، انا نتكلم معاك بالدارجه الاخ كريم. المشكله اللي ولينا واقعين فيها اننا ما بقيناش كنلقاو مورد عيش لوليداتنا، ولينا كنحشموا اننا ندخلوا لبيوتنا لان الجيب ديالنا خوا بسبب انه اللي كاين. السبب هو ان التعريفه اللي تم تطبيقها على اربعه البلايص ولا 50% اللي كاينه اصبحت متجاوزه. الناس مابقاوش باغيين يركبوا معنا. الناس دابا من وجدوا هذه الشركه المنافسه لينا، ما نتكلموش على الاسم ديالها، ولكن الشركه المنافسه غاديه بواحد العدد كبير وبثمن قليل. فما لقيناش معها المنافسه، المنافسه هي اننا نرجعوا كما كنا قبل كوفيد. رجع لنا العدد ديال الركاب ديالنا المقاعد ونرجعوا للتعريفه القديمه او التسعيره القديمه. راه حنا ولينا كنحشموا اننا نمشيو عند وليداتنا للدار، راه جيبنا خوا. هادشي اللي خاصو يعرف سعاده والي جهه الدار البيضاء الكبرى، راه حنا جايين عنده سلميين، جينا برجلينا خلينا السيارات بدون شغب بدون اي شيء، فقط مطلبنا الوحيد هو يفتح باب الحوار مع الناس ديالنا الممثلين ديالنا في النقابات والمركزيات الكبرى. لانه مده هذه وحنا كنتسنطوا ان الناس ديالنا ديال النقابات كيهدؤونا وكيقولوا لنا راه سعاده والي جهه الدار البيضاء الكبرى راه غيفتح النقاش، راه غيفتح النقاش. راه تم تسويف بزاف وطالت المده. راه عام ديال الايام، راه هاد الكمامه هادي راه قريب ندير لها انايا عيد ميلاد. راه عام راه الناس راه غير شهر الا ما خدموش راه كيضروا. حنا راه عام وحنا مضرورين الاخوان. شكرا. اليوم هاد الوقفه كيف ما كيشوفوا الاخوان هنا امام ولايه الجهه، السيد الوالي اللي لحد الان اللي باقي ما فاتحش لينا باب الحوار ديالو، واللي تصنت للمهنيين والمعاناه اللي كيعانيو في الظرف هاد السنه هذه كامله بعد هاد الجائحه هذه اللي هي سلط علينا الله ديال هاد الوباء هذا، طلبوا من الله يرفعوا علينا. المعاناه اللي كيعانيو مهنيين سياره الاجره اللي مقصيين، كيف ما غادي نشيروا مباشره بان بعض الجهات اللي عطاها صاحب جلاله الملك نصره الله الدعم للمؤسسات الصغرى ولا كل شيء، يعني ساعدوهم بالدعم ديالهم في ظروف هذه الجائحه هذه، الا هذا القطاع هذا اللي هو مقصي من جميع الحقوق ديالو اللي كيخول عليه القانون ولا الدستور ولا هذا الدعم هذا اللي من حقنا احنا الاولي. سياره الاجره هو الاول اللي كيستحق الدعم، واللي يكون في علم الجميع بان سائق سياره الاجره راه هو اللي في الواجهه ديال مواجهه هذا الوباء. غنخليو الطباء وغادي نخليو الامن وغادي نخليو الدراك وغادي نخليو هذا، راه كنشوفوا سائق سياره الاجره راه هو اللي كيهز المرضى من حدا السبيطار اللي مرضين بهذا الكوفيد هذا، وهم وكيهزوا من ديورهم وكيوصلهم للمستشفيات وكل شيء، ومازال كيعاني ومازال هذا السائق هذا ما ارتأتش هذه الحكومه هذه ولا الجهات المسؤوله باش تلتفت ليه وتاخذ بعين الاعتبار ديالو وبعين الاعتبار هذه المعاناه اللي كيعاني. اليوم فرضوا عليه قرار ديال 50%، قرار ديال 50% لحمل الركاب، 50% مفروض على سيارة الأجرة فقط. كيف ما كنلاحظوا الترام كيشتغل ب 1000% وما يزيد،
الحافلة النقل الحضري كذلك ومثال. وهذا السؤال اللي كنوجهوا للجهات المسؤولة عند الحكومة ولا ولاية الجهة الدار البيضاء. واش كورونا كتوجدها بسيارة الأجرة؟ واش هاد السائق سيارة أجرة هو كورونا بداته؟ هذا السؤال كنتظروا الجواب من عند الجهات المسؤولة. اليوم كيف ما غادي نقولوا الجنوي وصلت للعدم. السائق كان في العشية كيصور واحد شوية الدانون وهذا كيديه لوليداته، اليوم ما بقاش كيديه. هاد 50% خلات السائقين باش يرفعوا شوية التسعيرة، ولكن هاد التسعيرة هادي اللي رفعناها راه ماشي في صالحنا وماشي في صالح هذاك المواطن، لأن شكون اللي كيركب معنا؟ راه كيركب معنا هذاك المواطن البسيط. حنا اليوم بغينا نرجعوا كيف ما كنا. ستة ديال المقاعد ديالنا والأثمنة غادي تبقى عادية، حنا ماشي ضد المواطنين، حنا راه جزء من المواطنين، حتى حنا كنركبوا في سيارة أجرة، حتى حنا كنركبوا في الحافلات. كما غنقولوا بعض الأيادي المتلوثة الخفية اللي هي طالقة البلبل على سيارة الأجرة وكتقول سائق سيارة أجرة تغاو الحافلات غادي تدير، هذا حنا ما كيهمناش، حنا ماشي ضد الحافلات النقل الحضري،